أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، عنوان هذا التذكير زكاة الفطر وسنن العيد. تعرفون رحمكم الله أن شهر رمضان المبارك بدأ يودع ولم يبق من أيامه إلا القليل، ومطلوب منا جميعا أن نغتنم ما بقي منه للتقرب إلى الله بشتى الطاعات، ومطلوب منا بعد رحيله أن نبقي على روحه في حياتنا لنكون أهلا لرحمة الله. ولذلك فإن الله عز وجل خصص آخر هذا الشهر بعبادتين عظيمتين تعتبران شكرا لله سبحانه وتعالى على ما وهب وأعطى في شهر الغفران وفي شهر المغفرة والرضوان. وسأحاول في عجالة أن أشرح هاتين العبادتين. الأولى هي زكاة الفطر. زكاة الفطر أو زكاة الأبدان هذه هي من ضمن الأمور المرتبطة بتوديع شهر رمضان المبارك، وأدلة مشروعيتها قول الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، على مذهب من يقول إنها ترتبط بصلاة العيد. وأخرج الشيخان ومالك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وأخرج أبو داود في سنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. من خلال هذه النصوص الشرعية يمكن أن يختصر الإنسان أهم المعلومات المرتبطة بصدقة الفطر. فيما يتعلق بحكمتها، ذكرت حكمتان أساسيتان. الأولى أن هذه الصدقة تجبر كسر الصيام. إذا تسرب إلى صيام العبد شيء من النقص، فإن هذه الزكاة تجبر ذلك ليرفع الصوم صحيحا سالما كاملا إن شاء الله. الحكمة الثانية أنها إعانة للمسكين يوم العيد، ووردت الإشارة إلى ذلك في حديث ابن عباس أنها طعمة للمساكين. وهذه الزكاة تجب على من ملك نفقته ونفقة أهله إلى نهاية يوم العيد، ويؤديها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من الزوجة والأولاد والخدم. ومقدارها صاع نبوي شريف، يعني صاع نبوي شريف بمعنى أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. ويؤديها الإنسان من غالب قوت أهل البلد، ليس من غالب قوته هو، ولكن من غالب قوت عامة الناس في البلد.
وقدرها بالوزن تقريبا 2.5 كيلو. صحيح الحبوب تختلف في خفتها وثقلها في وزنها، ولكن عموما 2.5 كيلو هي المعدل. إذا هذا هو الأصل في زكاة الفطر، أن تؤدى طعاما. ولكن نظرا للمصلحة، سواء تعلق الأمر بمصلحة المعطي أو مصلحة الآخذ، فإن أغلب العلماء في عصرنا قد أجازوا أداءها نقدا، وقد وافق المجلس العلمي للمملكة المغربية على ذلك، وقدرها هذه السنة يعني ب15 درهما 300 ريال. وهذه الزكاة تخرج في وقت وجوبها، وهو ما بين الفجر وصلاة العيد، يعني من اللي يؤدي الإنسان الصلاة ديال الصبح حتى يبغي يخرج لصلاة العيد، هذاك هو الوقت ديالها. لأن الآية التي انطلقنا منها وذكر اسم ربه فصلى، فربط الصلاة بما سبقها بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب، بمعنى بعد أداء تلك الزكاة ينطلق المسلم إلى الصلاة. ورعيا للمصلحة مرة أخرى، فإن المجلس العلمي هذه السنة تفضل واستخلص من كلام العلماء جواز أدائها قبل العيد بثلاثة أيام حتى تصل لمن يحتاج إليها ويقتني بها مختلف الحاجات التي يفرح بها نفسه وعائلته في يوم العيد. وهذه الزكاة تعطى من بين الأصناف الثمانية في سورة التوبة للفقير خاصة، تعطى للفقراء والمساكين على وجه التحديد، ويشترط أن يكون هذا الفقير من المسلمين ولا تعطى لغيرهم على الصحيح. وإذا أعطيت للأقارب الذين لا يجب عليك الإنفاق عليهم يكون أفضل وأحسن، لأنه آنذاك تكون صدقة ووصلة. هذا بتركيز شديد جدا. الأمر الثاني الذي تعبدنا به سبحانه وتعالى في يوم العيد هو سنن العيد، وهذه السنن بتركيز: أولا، ألا يذهب الإنسان إلى الصلاة إلا بعد الفطور، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في العيد الصغير يفطر على تمر، يعني تمرة واحدة أو 3 تمرات أو 5 أو ما شابه ذلك. ثانيا، الاغتسال، وهذا الاغتسال لصلاة العيد سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن سنن العيد كذلك أن يلتمس الإنسان له لباسا جديدا ما استطاع لذلك سبيلا. ومن سنن العيد كذلك أن يضع الإنسان على جسده وعلى ثيابه الطيب، شكرا لله سبحانه وتعالى على ما وهب وأعطى وأنعم. ومن سنن العيد كذلك الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى شكرا. ومن سنن العيد صلة الرحم مع الأقارب. ونظرا للحجر الذي نعيشه اكتفي الإنسان بالاتصال عبر الهاتف.
ومن سنن العيد المهمة صلاة العيد، وهذه الصلاة هي ركعتان. ملي تيكبر الإنسان تكبيرة الإحرام تيتبع لها ستة ديال التكبيرات، بمعنى أن الركعة الأولى فيها سبعة ديال التكبيرات، تكبيرة الإحرام زائد ستة أخرين، وتيقرأ سورة الفاتحة وتيقرأ ما تيسر من القرآن، ومزيان يقرأ سورة الأعلى مثلا. ثم بعد ذلك عندما ينتقل إلى الركعة الثانية تيكبر ستة ديال التكبيرات، الأولى هي التكبيرة ديال القيام وتيزيد عليها خمسة أخرين، وتيقرأ من القرآن الكريم سورة الشمس مثلا أو ما يوازيها أو ما يقاربها. وهكذا إن فعلنا نكون قد أكرمنا هذا الشهر وشكرنا الله تعالى على نعمته، وعزمنا على أن نستمر في الخير إن شاء الله فيما تبقى من العام. فما رمضان إلا محطة من محطات التدريب لنبقى على روحه ولنستمر على ما فيه من فضل وإنعام وجو روحي ممتاز. وفي الختام أيها السادة والسيدات، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.